لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تكلمنا عن شروط الاحتساب، ذكرنا أن من شروط المحتسب أن يكون مسلما مكلفا، وذكرنا شرط العلم ودرجاته وما يشترط لكل طبقات الناس بين العالم المجتهد وطالب العلم المميز والعامي المخلص. نتكلم اليوم عن شرط القدرة، وهي في الحقيقة شرط لجميع التكليفات، والأدلة في اشتراطها في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حالة الاستطاعة، وتدرج في درجات العجز أو عدم القدرة، ورتب على كل درجة الحكم الواجب فيها. فإن لم يستطع أن يغير بيده فقد وجب عليه أن يغير بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا يدل على أن شرط القدرة إنما هو في تغيير المنكر باليد واللسان، كما ذكرنا، لأن الإنكار بالقلب يجب أن يكون كاملا ودائما، وهو متعين إذ هو مستطاع لكل أحد. قال شيخ الإسلام تيمية: قد أمر الله ورسوله بأفعال واجبة ومستحبة، وإن كان الواجب مستحبا وزيادة. مستحبا يعني محبوبا لله، يتكلمنا على المعنى اللغوي، يعني مستحب وزيادة عن مستحب. يعني مستحب يعني استحبه الشرع، يعني أحبه، ولذلك فهو محبوب لله سبحانه وتعالى. فالواجب محبوب لله وزيادة، بمعنى أنه في الشريعة لا يلزم من كونه محبوبا أن يكون لا عقوبة على تركه، بل هو محبوب، الواجب محبوب ويعاقب من تركه، وهذا معنى الزيادة. ونهى عن أفعال محرمة أو مكروهة، وبرضه هيتقال فيها أن المكروه إيه؟ أن الحرام مكروه وإيه؟ وزيادة. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فما كرهه الله عز وجل، كرهه في الشرع، فليس هو المكروه الاصطلاحي فقط الذي لا يعاقب فاعله، ولكن الحرام ما يعاقب فاعله، و الحرام ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا. قال: والدين هو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الدين والتقوى والبر والعمل الصالح والشرعة والمنهاج. أسماء متكررة في الكتاب والسنة، وإن كان بين هذه الأسماء فروق. نعم، هناك أن البر أوسع، البر يشمل الإيمان، العمل الصالح، الأعمال الصالحة هي من الدين، الأعمال الظاهرة، وتطلق أيضا على الأعمال الباطنة، والتقوى في القلب، والشرعة والمنهاج كالطريق الذي يسير فيه الإنسان. قال: وإن كان بين هذه الأسماء فروق، وكذلك حمد أفعالا هي الحسنات ووعد عليها، وذم أفعالا هي السيئات وأوعد عليها، وقيد الأمور
وقيد الأمور بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة. طب ليه والحديث بيقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه؟ لأن الأصل في الترك أن الإنسان لا يصنع شيئا، فالأصل أنه لا يحتاج إلى قدرة، هو كف للنفس فقط عن الفعل، وهذا في الأصل لا يحتاج إلى تمكن، إنما يرغم الإنسان على فعل شيء يريد تركه إذا كان إذا كان يكره على ذلك. هنا يقال أنه غير قادر على الترك أو غير مستطيع للترك، وهذا الأصل فيه أن الإنسان عندما يريد أن يترك لا يحتاج إلى جهد، لا يحتاج إلى شيء يصنعه وسيترك فقط، ولا يتصور عدم القدرة على الترك، لا يتصور العجز عن الترك إلا بنوع إكراه واضطرار. لذلك نقول في الأمر والنهي في الفعل وفي الترك القدرة معتبرة في جميع الأحوال. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ولذلك لا تكليف بالمستحيل، لا في ذاته، لا المستحيل في ذاته كجمع النقيضين، ولا المستحيل لغيره لعدم وجود القدرة على ذلك. المستحيل لغيره ده معناه أن يكلف الإنسان ما لم تجري العادة بنوعه، فيسمى مستحيلا من جريان العادة، ليس مستحيلا من جنس منع النقيضين أو اجتماع النقيضين. نعود فنقول الأدلة على اعتبار الوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وإن كانت في النفقة إلا الآية عامة، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. قال شيخ الإسلام وإن كان، وكل من الآيتين وإن كانت عامة، فسبب الأولى المحاسبة على ما في النفوس، اللي هي في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا حملنا ما لا نطيق، كيف السؤال على أعمال القلب أو أحوال للقلب شق عليهم مثل ذلك. فنسخها الله عز وجل، أي بينها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لما ذلت قلوب المؤمنين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. خواطر الذنوب رأوا أن المحاسبة عليها شيء لا يقدرون عليه، فبين الله أن هذا ليس هو المقصود. لذلك فالصحيح أن هذا ليس نسخا اصطلاحيا. قال فسبب الأولى المحاسبة على ما في النفوس وهو من جنس أعمال القلوب، وسبب الثانية الإعطاء الواجب، هي لا يكلف الله نفسا إلا ما أتها لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا أتها، هذا في الإيتاء الواجب، في الإعطاء الواجب. وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، عشان كده يقولوا إن ليه أن يكلف الإنسان فعلا لغيره ده من المستحيل، لأنه مما لا تدخل قدرته في ذلك ولا إرادته، إنما يمكنه أن يأمره وأنهاه. لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالتكليف بما لا يطاق أو بما يترتب عليه ضرر وفساد عريض
فهذا مما هو غير من العسر الذي لا يريده الله فلا يشرعه سبحانه وتعالى. لا يريد بكم العسر، كل ما أدى إلى العسر على العباد فالله لا يريده شرعا. وقال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، قال وما جعل عليكم من حرج. وقال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لم يكلف الذي استدان بدفع فوائد، إنما يكلف صاحب الدين بالصبر. إذا كان عاجزا لا يكلف بأنه يؤدي الفائدة إذا تأخر، ولكن إذا تأخر وكان معسرا فلا يكلفه سبحانه وتعالى إلا ما يقدر عليه، وأمر صاحب المال بأن ينظره إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذا من دليل على أن القدرة شرط، لأن هذا لم يكلف بما لا قدرة عليه، ليس عنده، لا يعاقب، لا بد أن ينظر. وقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع. وقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وذكر في الصيام والإحرام والطهارة والصلاة والجهاد من هذا أنواعا، والقرآن والسنة مجتمعان على ذلك. أما المنهيات فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هنا الضرورة المعتبرة شرعا، هذا الأمر الذي نتكلم في أن المنهيات الأصل فيها أننا نمتنع منها. لماذا تجد نفسك مضطرا لفعل ما نهيت عن فعل ما نهيت عنه؟ لا تجد نفسك مضطرا إلا بدافع يدفعك. ولذا قلنا أن هذا باب الإكراه فيه هو المعتبر. وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وقال النبي قال سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا لأن هذا غير مغضون عليه. قال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال ولو شاء الله لأعنتكم. وقال سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. المقصود أن الخطأ ليس داخلا في التكليف، العجز عنه. وقال في المتعارض يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقال والفتنة أكبر من القتل. وقال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم إلى قوله
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. كل هذا في وضع الحرج، في وضع الحرج ووضع ما ضرره أشد ونفعه أقل. وقال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن إلى قوله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجي وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي. قال ويقول رحمه الله وقد تكون الغربة في بعض شرائعه وقد يكون ذلك في بعض الأمكنة، ففي كثير من الأمكنة يخفى عليهم من شرائعه ما يصير به غريبا بينهم لا يعرفه منهم إلا الواحد بعد الواحد. ومع هذا فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما أمر الله ورسوله، فإن إظهاره والأمر بها والأمر به والإنكار على من خالفه وهو بحسب القوة والأعوان. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.